بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم، ومع الكورس فرصة عمل على النت ببلاش او مجانية. ووصلنا الى الدرس رقم 7، والحلقة رقم 7 اتعلمنا فيها وكانت على جزئين. اتعلمنا فيها ازاي نعمل اشتراك مع موقع علي بونص، وازاي نربح منه، وازاي نجيب لينك الافلييت من علي بونص عن طريق ان احنا بناخد منتج من علي اكسبريس ونروح لعلي بونص نعمل لينك ونعمل ترويج له. وعملنا مدونة كمان سميناها كيري ماي هيلث اند بيوتي، عملناها من البداية للنهاية، وازاي اخترنا التمبليت او القالب الجميل اللي قدامنا ده، وازاي بنحط المنتجات، وازاي بنعمل لينكات للمنتجات داخل المدونة. وطبعا المدونة في نهاية الكورس هنعمل لها ترويج على جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ده في النهاية. طبعا المنتجات اللي احنا بنروجها بالنسبة لعلي بونص وعلي اكسبريس، كل المنتجات كانت منتجات ملموسة. والنهاردة معانا موقع جميل، هو لمنتجات رقمية. الموقع اسمه جافيزو دوت كوم. نرجع تاني نذكرك قبل ما ندخل في الموضوع بالاشتراك في القناة بالضغط على سبسكرايب. ولو انت عايز توصل للكورس بتدخل على القناة زي ما انا كده، وبتضغط على بلاي ليست، وهنا ده الكورس كيفية ايجاد فرصة عمل على النت ببلاش. بتضغط عليها كده بتجيلك كل الفيديوهات بتاعة الكورس واحد ورا التاني، وبتقدر تشاهد هذه الفيديوهات وهذا الكورس حتى تستفيد. بنبدأ مع بعض ونروح للموقع بتاعنا. والموقع بتاعنا سهل جدا وجميل، وسبب اختيارنا للموقع ده، الموقع ده بيبيع منتجات رقمية. طيب واحد بيسأل، طيب ايه الفرق بينه وبين كليك بانك؟ كليك بانك معروف انه بيبيع منتجات رقمية، اشهر موقع على في العالم. ولكن كليك بانك برغم كل مميزاته، موقع صادق، موقع عليه منتجات كتيرة، كل شيء، ولكن كليك بانك بالنسبة لمصر وربما لبعض الدول ما بيدفعش الا بطريقتين، اما شيك او حساب بنك امريكي. والشيك في مصر عن تجربة ما حدش بيصرفه، يعني مفيش بنك بيصرفه، ربما يكون في الدول العربية بنوك بيصرفوه، لكن في مصر ما حدش بيصرفه. الموقع ده مميزاته ان بيدفع بكذا طريقة، من ضمنها البيبال. والفلوس اللي بتوصل البيبال انت ممكن تاخدها باكتر من طريقة، ممكن نشرح الطريقة دي في نهاية الكورس. طيب ده الموقع جيفيزو. اما بتشترك فيه الاشتراك سهل جدا، بتدخل على سجن ان، وبعدين بتدخل على سبمنت، وبعدين بتحط الايميل والباسورد، وبيجي لك ايميل تفعيلي على الايميل بتاعك بتفعله. يعني الموضوع ماهوش مستاهل ان احنا نضيع وقت فيه. اما بتدخل على الموقع بيبان لك اللوحة اللي انت شايفها دي اللوحة التحكم او لود توبكس، بيبان لك فيها انت النهاردة مبيعاتك كام، والنهاردة الافليات سناب شوت كام، عملت كام كليكة هنا، والزوار بتوعك، والسالز المبيعات بتاعتك كويس، وامبارح كان كام، ده امبارح وده النهاردة، ده نفس الشيء الارباح بتاعتك. وطبعا هنا الارباح صفر. طيب بعد كده بدخل على الاوفر فيو، وهنا الافلييت، وهنا السيلز، وهنا البرودكت لابيريتي. طيب الافلييت عشان اشوف العروض او ازاي اشتغل مع الموقع ده، لو ضغطت هنا على الافلييت، هنا الافلييت داشبورد بتاعتك اللي هي لوحه التحكم، وابروفيت برودكتس اللي هي المنتجات اللي توافق لك عليها، وافهمك يعني ايه، ودي فايند برودكت، وده الافلييت بونص
بتاع الربح بتاعك. هتدخل الاول هنا على فايند برودكتس، يعني ايجاد منتج، فبيوديك للعروض اللي هي قدامك دي. دي العروض كويس، اسماء المنتجات الرقمية اللي انت هتروج ليها كويس. طبعا في العديد والعديد من الصفحات خلاص. طيب بص هنا كده، ده جيت لينك بالاخضر، ده انا عملت طلب للترويج لهذا المنتج، وصاحب المنتج او المعلن وافق وخدت اللينك بتاعه، ولذلك باللون الاخضر. طيب ده ايضا المنتج ده برضه. طيب انا ازاي اختار منتج يعني بطريقة حرفية واروج ليه؟ اولا بص للعلامتين دول، العلامة دي اسمها هاز سيلز فانل، والعلامة اللي هما السهمين دول اسمهم ريسيرنينج باي مينتس، يعني اعادة او معاودة الدفع. يعني ايه الكلام ده؟ معاودة الدفع دي معناها العلامة ده متحط على المنتج، ان المنتج ده بيتكرر شراؤه او بيتكرر بيعه، وبالتالي انا ما بروج ليه. كل ما الزبون او العميل بيشتري المنتج ده كل شهر مثلا او كل اسبوع او كل سنة، انا باخد عمولتي، يعني عمولتي بتبقى متكررة، ولذلك المنتج ده اللي عليه العلامة دي من المنتجات المهمة واللي انت يجب انك تختار. الراجل ده المنتج ده كمان فيه هاز سيلز فانل، يعني تكرار ودفع فعلا للناس. تبص كده على هنا بيقول لك فوق هنا السيلز بتاع سولد، محقق كام مبيعة، تاريخ وضعه على الموقع هنا 28/6/2016، محقق 51,000 مبيعة، والكومنشن الكومنشن اللي هي COMM دي كومنشن، يعني كومنشن بتاعك فيها 35% من سعر المنتج. طيب احنا عرفنا ازاي دلوقتي نختار منتج، اهو المنتج ده مناسب زي المنتج اللي احنا اخترناه ده، و دايما نختار المنتج القريب اللي موضوع قريب في السنة دي مثلا او السنة اللي قبلها. هندخل على الصفحة رقم 2 عشان نختار منتج عملي قدامك ونشوف هنشتغل معاه ازاي. هنبص كده على المنتجات كده، ندخل على منتج يكون قريب، ادا 2017، ده 2015، 2012، ادا 2016، ده 2013، ده المنتج ده 2017 وفيه إعادة دفع، والراجل فعلا بيدفع، والربح بتاعك كومنشن 30%، سعره 39.57 دولار، خلاص عامل 6500 مبيعة، 6500 مبيعة. المنتج ده يعتبر منتج كويس. نضغط عليه كليك يمين، افتح لنا في صفحة تانية كده ونشوف ايه الصفحة دي. انت ممكن من هنا بتدخل على المنتج، لكن انا بفتح صفحة جديدة او بفتح اللينك في صفحة جديدة علشان نشوف بعض الحاجات. بعض الحاجات دي هنا، دي الصفحة، المنتج ده 28 دولار حاليا، هو عمل عليه تخفيض الراجل، والكومنشن بتاعك 50%، والاعادة يعني 50% اول ما بعت باعها، لما يتكرر بقى بتاخد 30% في التكرار، بتاخد 30% خلاص، اللي هي ريمينينج باي مينت، يعني التكرار بتاخد 30%، اول ما يبيع بتاخد 50، بعد كده بتاخد 30% لصاحب مين المنتج اللي اشترى المنتج الاول، وهنشوف دلوقتي هو ليه اعادة بيع لي. الصفحة دي ريكوست بريميشن، يعني طلب
إذن بالترويج، طلب إذن بالترويج. الكلام اللي تحت ده معناه لو أنت عايز المنتج اكتب رسالة قصيرة هنا في المربع ده، قول لصاحب المنتج إن أنا عايز أروج لهذا المنتج، وبتضغط هنا بتقول له أنا قريت الإيه الأشياء أو الرسالة اللي فوق ديت واقرأ الرسالة دي، بتكتب الرسالة دي وبتضغط على ريكوست أفلييت أبروفيل، يعني ارسل طلب الأفلييت لصاحب المنتج. طيب الرسالة دي بنكتبها ازاي؟ بندخل على جوجل الترجمة وبنكتب بالعربي وبنترجم وهنشوف الرسالة بتبقى ازاي. ادي الرسالة: مرحبا، لقد اعجبني المنتج الخاص بكم واريد ان اروج له برجاء الموافقة وشكرا. ممكن تكتب نفس اي صيغة، اي صيغة بنفس الكلام ده، وبعدين بناخد الكلام ده كده نسخ وبنروح نحطه هنا كده ونقول له قدم الطلب علشان يتوافق لنا عليه. بيجي لك الموافقة على الايميل اللي انت سجلتيه كويس. بعد ما بيجي لك الايميل اللي هو تم الموافقة او الرفض، فبتدخل هنا على تضغط على الافلييت هنا، وبعدين بتروح ابروفيت برودكت، بتشوف المنتجات اللي توافق لك عليها. بعد ما بتشوف المنتجات ده، المنتجات اللي توافق لك عليها اهي خلاص، بتيجي هنا بتاخد اللينك بتاعها من هنا. المنتج بيظهر تحت دول كده، دول انا خدت موافقه عليهم، فبيظهر منتج تاني تحت ده كده، فبتضغط جيت لينك على اي منتج، ادا اللينك بتاع الافلييت يا عم، ده لينك الافلييت للمنتج ده، فبتاخد اللينك، حتى مكتوب لك فوق ان انت بتاخد 50% 35% للإعادة والكومنشن بتاعك، ده واضح، ده اللينك بتاخده ازاي. طيب الحاجة المهمة بقى اللي انت يجب انك تعرفها، احنا طبعا اخترنا المنتج ده خلاص، لازم قبل ما تقدم الطلب، وده المفروض اللي انت تعمله واحنا ما عملناش، ان احنا ندخل على سي ذا سيل باج، يعني صفحة المنتج نفسه، نشوف هل هي صفحة كويسة، هل هي صفحة جميلة كويس، هل هي صفحة منسقة كده والراجل عاملها اللي هو السيلر ده اللي هو البائع دوت عاملها بطريقة جميلة. المنتج اسمه فيديو بيل، والمنتج طبعا بيبيع برنامج ادا فيديو للراجل عامله على اليوتيوب، بيروج اصلا للمنتج ده، وانت ممكن تاخد هذا الفيديو وتعدل عليه وتعمل له وترفعه على اليوتيوب وتحط تحته لينك الافلييت بتاعك. طيب ادا المنتج، المنتج ده عبارة عن ان برنامج بيمكنك من عمل الفيديوهات، بيمكنك من عمل الفيديوهات، وده البرنامج ده ليه اشتراك شهري، خد بالك كده، هنا كان عامله ب 97 دولار في الشهر، عمله ب 29 فقط دولار في الشهر. اذا لما تدخل او يشترك اللي يشتري المنتج ده واحد عن طريقك، فممكن يستمر بيشترك في المنتج ده شهر واثنين وثلاثة، اول شهر طلع جاي عن طريقك بتاخد 50%، بعد كده كل شهر بتاخد 30%، ولذلك المنتج ده بيقول لك ليه إعادة بيع وإعادة كومنشن. أدي الصفحة جميلة جدا، عاملها صفحة بسيطة وتمام التمام، والصفحة دي اللي احنا هناخدها ونعملها موضوع في المدونة بتاعتنا، المدونة ده اهي هنعمله هنا موضوع كويس. وممكن لو انت عايز تروج للمنتج ده بس تعمل مدونة ليه خاصة باسم المنتج ده مع التعديل على الاسم كويس، وهنبدأ نعرف ازاي نروج ليه ونعمل له صفحة خاصة بنا، يعني هناخد الكلام ده كله او الصفحة بتاع الراجل ده كده، راحت فين الصفحة بتاع الراجل ده، ايوه دي كده، هننقلها بالظبط كويس، وهنعملها كموضوع عندنا في المدونة. طبعا الفيديو طال، لازم نقف علشان نكمل مع بعض.